شربل شربل يلي موجود هون بعناية صحيح بلبنان صحيح، ولكن من هون عم بشع على كل العالم وين ما كان بقلب كل إنسان، عم بشع محبة، عم بشع أمل، عم بشع طريق لله واضحة، طريق ما في غيره. نحن أكيد رح نتابع نحن وياكم مع شهادات، شهادات كتير مهمة. دايما السؤال إذا كانت الأعجوبة بحد ذاتها هي المهمة، وليش في شخص بيصير معه أعجوبة وشخص ما بتصير معه أعجوبة، رح نسأل أكيد الأباء والمسؤولين اليوم. ولكن صرنا نعرف كتير منيح أنه أول سبب للأعجوبة هو أنه نرجع نحس حقيقة بوجود الله وبهالحقيقة. ديانا حبيب موجودة معنا اليوم، لمست حضور الله، لمست حضور شربل وشفيت من السرطان بليلة ما فيها ضوء قمر. صباح الخير. بونجور ديانا. يعني نحن أول شيء بنشكر وجودك معنا اليوم، وحلو كتير إنه أغلبية الناس يلي بيصير معها أعجوبة هي جاهزة كل الوقت لتحكي عنها شو ما كانت يعني الأشياء اللي منحس فيها، أو شو ما كانت أوقات إيماننا، أو شو ما كانت حياتنا، لما بيصير معنا أعجوبة من هالنوع ما فينا ما نحكي عنها. مزبوط مزبوط مزبوط. ليش في هالشعور أو هالحاجة أن تكوني عم تحكي عن هالموضوع؟ ليش بتحبي تحكي عن شربل وعن أعجوبته؟ لأنه أنا بفتخر بمار شربل كتير كتير، لأنه هو إنسان رائع رائع، وبيخلي هالعالم كله تحبه أكتر أكتر من وراء أعجابه. فالأعجوبة مهمة بالنسبة لك لأنها علامة، وبصير في مسؤولية أنه لازم تنشريها ولازم تحكي عنها. أكيد أكيد. خبرينا عن قصتك، بلشت فجأة عندك نوع من السرطان يلي كان متفشي وكان بحالة كتير صعبة، خبرينا كيف اكتشفت المرض بالأول. حسيت في ورم بصدري ورحت عملت صورة بالمستشفى على أساس إنه هي درني ما فيها شيء يعني، أم الحكيم بيقول لي بدنا نعمل خزعة وهيك يمكن في شيء، أم قال لي إنه بدك تعملي خزعة كرمال نبعتها لبرا وهيك، قلت له أوكي عمل لي خزعة وهيك، طلعت النتيجة إنه معي كونسير، قال لي بدنا نعمل علاجات، قلت له اوكي. طيب هون وقتها تتلقي خبر من هالنوع دغري طلعت عمر شربل، هيدا يعني اول شيء بتعمل. اول شيء عملته طلعت عمر شربل وقلت بدي البس الثوب شهر دغري، يعني تركت كل شيء وطلعت عمر شربل، لبست الثوب شهر ورجعت نزلت بلشت علاج، عملت 4 علاجات ومتكلي عمر شربل من اول يوم عرفت فيه. شو كانت علاقتك بمر شربل قبل هالحادثه؟ كنت صلي له على طول، انه كان هو معي على طول، بس انه ما كنت كتير كتير يعني مش مثل هلا، كنت اقول مر شربل على طول معي بكل شيء يعني. بس حسيت مأمنة انه موجود وقت الحاجه وقت الصعوبه ما رح يتركك. مزبوط. حتى قلت له للحكيم ما عندي مشكله، قال لي معك كونسير، قلت له ما عندي مشكله بعمل العلاج وكل شيء. خلصت عملت 4 علاجات، الحكيمة طلبت مني أعمل صورة تتشوف وين صار الكونسير تتعمل لي اياهم، لأنه في 4 جلسات يعني 4 جلسات. نعم. في بظهري بسلسلة ظهري فيه وبصدري، يعني متفشي السرطان. مزبوط. وكان بعده مبلش يعني، لأنه دغري لحقته شيء، حسيت بشيء أنه كرمال هيك رحت عملت صورة. ولكن كان عندك لكن نوعين مختلفين، إذا كان بالصدر وبسنسلة الظهر فإذا كان في 2. مزبوط. مش واحد. نعم. مزبوط. بس كانوا صغار بعد. كانوا صغار بس 2. نعم. مزبوط. ما رحت يعني من بعد ما طلعت عمر شربل ومن بعد ما لبست الطوب وهيك دلوني على النهاد الشامم، رحت صرت صلي عندها كل أول الشهر بتعمل قداس نهار الخميس، وفي كمان في صورة مر شربل بترشح زيت عن ست نهاد. ايه؟ كيف استقبلتك الست نهاد؟ شو خبرتك؟ شو قالت لك؟ قالت لي ما تخافي دغري، يعني أول ما شفتها قالت لي ما تخافي، وعملت قداس وقتها لكل اللي معهم كونسير، قالت لي خلاص ما تخافي. من بعد ما قالت لي هيك ما خفت، صرت أخذ زيت وبخور، وفي دمات مر شربل كمان بعثوا لي إياهم شربتهم. ديانا شو يعني ما بتخافي؟ ما بتخافي يعني مأكدة رح تشفي؟ أو ما بتخافي إنه مسلمة لإرادة الله؟ أو ما بتخافي إنه شربل حدك شو ما كانت النتيجة؟
ما بخاف لأنه ما شربل حدي. شو ما كانت النتيجة أنا ما عندي مشكلة، يعني يمكن هيدا بده يجربني أنه الحياة كيف بدي عيشها، يمكن عطاني مرحلة جرب فيها إذا بقدر استحمل أو لا. أنا جربت استحمل لأنه أخذتها عادية، يعني وقفوا حدي كلهم، أهلي، قرايبيني، رفقاتي كلهم وقفوا حدي، يعني بشكرهم كتير كتير لأنه وقفوا حدي ولا يوم حسسوني أني مريضة. نعم، حلو. خبرينا لكينا، كملي تخبرينا عن هالعلاج. فترة العلاج 4 جلسات، يعني بلش كل مظاهر المرض تظهر عليكي، كيف تصرفتي مع هالموضوع؟ قالوا لي بدك تقصي شعراتك، رحت قصيتهم وطوال شعراتي، بدي اتبرع فيهم للكونسير. وعادي صرت ما اخذت وعطيت. حكيمتي كانت كثير انه هيك كثير منيحه، كثير اسمها دكتوره جوال العام. نعم. ودكتوري كمان عقل بعقل، كانوا كثير واقفين حدي، يعني شو كان يصير معي دغري احكي لها، دغري توقف حدي يعني. ايمتى تغيرت الاشياء؟ لهون بعد عنا مرض وعنا جلسات عم تنعمل. مزبوط. لبست التوب وبعدين؟ لبست التوب شهر بس، وبعدني كان معي كونسير. نعم. بس انا قلت بس بدي شهر. نعم. لبست التوب شهر وتركت. نعم. كنا عم نقول انه كرمال التوب. نعم. خلصت التوب وصرت عادي، كفيت علاجات وكفيت كل شيء. كان انه على طول كل اطلع 22 عمر شربل صرت اطلع. نعم. واحد الشهر عند نهاد الشام، صرت صلي لها كل هالعالم اللي مريضة كمان، قل له اشفي اول شيء العالم بعدين انا. نعم. لو معي كونسير ما عندي مشكلة، انا كنت اشفي الكل بعدين انا. خبرينا عن لحظة الشفاء، شو صار؟ لحظة الشفاء كان نهار 4، كان عند نهاد الشام، قدست ورحت. بعد جمعة قلت بدي روح عند بنت عمي، بنت عمي اسمها نفريك العقوري، قلت بدي روح لعندها كرمال تصلي لي لأنه هي كمان كتير بتصلي. عشية اجت لعندها لحالها، وما بتجي ابدا، هي ما بتزور حدا، يعني بدنا نحن نروح لعندها. اجت جابت لي دميت مر شربل، قالت لي بتشربيهم قبل الصورة وبتروحي، ما بكي شيء اصلا انت، يعني حتى اجوا شافوني وما بني شيء ابدا، لأنه كنت كتير واكل وكل شيء عادي، ما حسيت ولا يوم انه معي كونسير. شربتهم وتاني يوم وعيت الصباح ما في شيء ابدا، حاسه حالي عادي رايحه اتصور هيك، يعني كانه ما بني شيء ابدا. بس انا ونايمه حسيت شيء، غمض لي عيني انه منيع وخلص كانه ما في شيء. شفت مر شربل قال لي ما تخافي اخر بس. قال لي ما تخافي انا معك. ورحتي على الصوره؟ ورحت على الصوره، عملت الصوره وجيت، كنت كمان مبسوطه ومرتاحه وكل شيء. على اساس الصوره بتطلع بعد الظهر، نحن رحنا الصبح، قالوا لي خلصت الصوره بعد يومين، كان ب 15 تموز، عيد يعني بعد يومين كان عيد مر شربل. نعم. عيد اسمه. وقلت بس بدي نام نهار بمر شربل بس اذا ما في شيء ابدا، وفعلا جيت لهون نمت نهار وكل شيء كان كثير كثير. بس وقت طلعت الصوره شو شفتي فيها ومين يلي قيمها وشو طلع فيها؟ بعتها لكل العالم، لكل قرايبيني تيشوفوا شو فيه. عادي لو بضل معي لو ما معي انا ما عندي، كنت يعني واثقه بحالي انه ما في شيء ابدا. الحكمه شو قالوا من بعد الصوره؟ كثير كثير انبسطوا، يعني ما صدقت الحكيمه، هي انا على اساس رايحه اعمل شوف وينني، بس مش انه ما بقى في شيء ابدا. فتبين بالصورة أنه في شفاء تام وكامل، واليوم أنت ما بتاخدي علاج، لا ولا حياتك أبداً. طبيعية. أيمتى آخر صورة عملتيها أو آخر من شهرين فحص عملتيها وما فيه شيء؟ ما في شيء أبدا، قلت للحكيمة روحي عيشي حياتك، رحت سافرت وهيك. نعم. ما في شيء أبدا. ديانا يعني شهادة كتير حلوة فعلا، خبرة الواحد مش كل إنسان بيقدر يختبرها، أنه نشوفكم قديه عندكم هالأمل الكبير، هالفرح الكبير، هالسلام الكبير من بعد هاللقاء مع شربل، أكيد هيدا الشيء كمان بيخلينا نحن يكون عنا أمل كبير. أكيد. شكراً لك ديانا. كتير. رح ناخد وقفة هلأ، رح يكون عنا شهادات تانية أشخاص هيك بدون ما يفكروا دغري التجوا لمر شربل، ومر شربل ما برد حدا خايب. خليكم معنا.